بوكالي ياك بوكالي. احمد السياح من بوكالا من زاوية سيدي اسماعيل، مقيم حاليا بالرباط، متقاعد، اب لولد وبنت. ما هي ارتسالاتكم حول هذا الملتقى العربي للزاجان؟ الأول ارتسام بالنسبة لي هي هذه القفزة التي حققها المهرجان. ففي السنة الماضية كانت الدورة الأولى، وكان في أي مدينة؟ أنا أتحدث عن مهرجان أزمور. هناك كثير من المهرجانات تقام للزجل في مدن متعددة. المهرجان ابتدأ وطنيا في دورته الأولى، والآن في الدورة الثانية انتقل إلى أن يصبح مهرجانا عربيا، تشارك فيه الجزائر، تشارك فيه تونس، تشارك فيه سوريا، مصر، لبنان إلى آخره، وربما في الدورة المقبلة ستكون. إنما أريد، والذي يهمني من كل ما سأقوله لا في ما قبل أو فيما بعد، يجب أن يلتفت المسؤولون جميعا لاحتضان هذا المهرجان. راه الناس جاوا على حسابهم وفلوسهم 10,000 درهم باش يدير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقدمنا الاسم. طارق شعبان أبو النجا، شاعر من مصر. أول مرة زور المغرب حسيت وأنا في المغرب إن أنا عايش بين أخوة بقالي زمان جدا ما شفتهمش. تخيل الشوق ما بينك وبين أخوك اللي ما شفتوش من عمر طويل. حسيت في المغرب ببلاد كلها طيبة وخير وجمال. عايز أقول لك باختصار، إن شاء الله ربنا يوفقني النهاردة في تمثيل مصر، وأتمنى إن المدة تطول بيها في المغرب أكتر من كده، وأقعد معاك إن شاء الله بإذن الله. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقدموا لنا الشاعر من الجزائر توفيق ومال، رئيس الرابطة الجزائرية للأدب الشعبي ورئيس الرابطة المغاربية للأدب الشعبي وعضو اللجنة الدائمة العليا باتحاد الرواد والمبدعين العرب بجميع الدول العربية. نحن الآن والحمد لله بمدينة أزمور الجميلة لإقامة الملتقى العربي الثاني للزجل، اللي يحتوي العديد من الشعراء الزجلين الكبار من المملكة المغربية، وكذا ضيوف من الدول العربية اللي رايحين نقيموا عرس أزمور الزجلي، وكذلك لنا الشرف أننا نكون ضيوف شرف هذه الدورة. والحمد لله مع إخواننا المغاربة قدمنا الكثير لدولتنا، لنقول دولتنا المغرب العربي الكبير، حيث أننا كنا ممثلين وخير سفراء لهذا البلد الكبير في الدوحة، في قطر، في الأردن، في الكويت، في العديد من الدول، رفقة زميلي وصديقي وأخي أحمد المسيح الشاعر المغربي ومراد القادري ونهاد بن عقيدة، الذين دائما كانوا معي جنبا إلى جنب وصفا إلى صف. والحمد لله سنظهر للعالم العربي وللعالم الآخر أن للمغرب العربي الكبير زجالين كبار ولهم مستوى عالي ولهم باع في هذا الأدب. وكذلك نحن نريد حماية الموروث الشعبي المغاربي، لأن دولة المغرب العربي الكبير هي دولة تحتوي، هي مساحة قارة تحتوي على العديد من الموروثات الشعبية، منها الموروث العربي، الموروث الأمازيغي والإسلامي. يعني هذا إرث كبير، ولابد علينا أن نحميه ونطوره ونوجد الساحة للأجيال القادمة. شكرا جزيلا. السلام. تقدم لنا سيادتكم. بسم الله. الشاعر بجاسم عبد اللطيف المرزوقي من بادية تونس. أنا مسرور جدا 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 أني متواجد في الملتقى العربي الثاني للزجل في أزمور في المغرب الشقيق. احنا يعني مسرورين جدا بهذا الحفل، وننتظر إن شاء الله الافتتاح الرسمي. الارتسامات ديالكم حول هذا الملتقى كيفاش غيكون إن شاء الله؟ أكيد، هو الحقيقة في المنظمين لهذا الملتقى
استدعوا وجوه بارزة أنا أعرفها شخصيا في الوطن العربي. مثلا مثلا شاعر من سوريا، مثلا جورج من لبنان، مثلا أحمد المسيح اللي هو من المغرب، و يعني من الحركيين جدا جدا في الزجل الشعبي والشعر الشعبي، وعضو معي في الاتحاد العام للأدباء الشعبيين العرب، وكذلك الأستاذ توفيق ومان من الجزائر، أيضا رئيس رابطة الأدب الشعبي المغاربي اللي أنا عضو فيها أيضا معه، يعني وعديد الوجوه المعروفة، إلى جانب أن يعني فتحنا نافذة هذه المرة حتى نعرف الجزل في المغرب، لأن شعراء مغاربة كثيرين في الواقع ما كناش نعرفهم، فهذه فرصة طيبة طيبة جدا جدا حتى نتعرف على كثير من الشعراء والشاعرات خاصة، لأن كما تعرف الوطن العربي خاصة نحن في بادية تونس مثلا عندنا كثير من الشاعرات، ولكن إلى حد الآن هناك تقاليد وعادات لا تترك المرأة تقول الشعر أمام المنابر وفي الملتقيات الكبرى في تونس في الشعر الشعبي خاصة في الأدب الشعبي. فهذه المرة يعني هناك يعني زخم من الشاعرات شفته في هنا في المغرب، ومنون جدا أني متواجد بين زملائي الشعراء للتعريف أو للمشاركة في هذا الحفل البهيج اللي في الواقع المغرب دائما سباقة في الأحداث الثقافية، وهي بلاد الشعر وبلاد الثقافة، وهذا لا يشك فيه أحد. شكرا، مرحبا بك في البلد الثاني ديالك المغرب. شكرا. هي المغرب بلدي، لا نقول بلد ثاني، فنحن كلنا مغاربة يعني، وسمي المغرب العربي لمال المغرب من عروق متجذرة فينا في يعني في تونس او في الجزائر او حتى في ليبيا، فيعني المغرب العربي هو مغرب. شكرا جزيلا. السلام عليكم. تقدموا لنا محمد مومن رئيس الاتحاد المغربي للزجل. اليوم احنا في الدوره الثانيه للمهرجان العربي للزجل بمشاركه مجموعه من الدول العربيه وكذلك المغرب بالزجالة مرموقين على الصعيد الوطني، واليوم كنلتقي في هذا اللقاء لصلة الرحم مع إخواننا العرب في تونس ومصر والجزائر وموريتانيا وليبيا وإلى غير ذلك، ونحن جد مسرورين في هذه الليلة بالتواصل مع إخواننا العرب وكذلك بترسيخ شعار المهرجان الزجل والهوية الثقافية. لماذا اخترتم بالضبط مدينة أزمور؟ مدينة أزمور لأن مدينة أزمور يرجع لها الفضل عن طريق المرصد الوطني للشباب والتنمية في تأسيس إطار وطني يهتم بالزجل وقضايا وشؤون الزجل بالمغرب، ألا وهو الإطار الاتحاد المغربي للزجل، وكانت الفكرة انبثقت من المهرجان يعني من الدورة الأولى للمهرجان مهرجان الزجل بأزمور. شكرا جزيلا.